تام الورقة متصور صفرة 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 التضخم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيرك اللي دخلنا فيه يبدو أنا مناش نجمو نخرجوا عن قريب التفاصيل محمود البارودي. اي رفيق البارح البنك المركزي التونسي اعلن على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 25 نقطة معناتها 25 بوينت باز باش يولي 7.25 بالمية. هذا كيف كيف ورفع زاد البنك المركزي في نسبة الفايدة عند الادخار باش تولي 6.25 بعد ما كانت 6. علاش قول القائل هالترفيع هذا وشنو هو التصور متاع البنك المركزي وقت اللي رفع في نسبة الفايدة؟ ترفيع في نسبة الفايدة جاء على أساس الأرقام اللي قاعدة ترتفع بصفة كبيرة وهي نسبة التضخم في تونس اللي الأرقام الرسمية تقول اللي هي 9.1%. جاء القرار هذية من أجل الحد من حجم السيولة في الاقتصاد الوطني والتقليص من التضخم. علاش يقول لك؟ لأنه اليوم احنا السيرك الانفلاسيونيست ولا اللي ماشيين فيه كبير برشا ويخلي انه الوضع اليوم العام عادش يستحمل السيولة هذية، دوك ينزمنا نطلعوا في نسبة الفايدة باش نشجعوا العباد على الادخار. ولكن هذا يجي في ظروف عادية رفيق، اليوم نسبة الادخار اتقلصت بصفة كبيرة 2019 2020 21 2022 باش تكون اضعف نسبة متاع ادخار منذ مدة. علاش؟ خاطر العباد ما عادش عندها فلوس باش تدخر، دونك اذا احنا نحب نطلعوا في نسبة الفايدة باش العباد تدخر فانه العباد ما عادش عندها امكانية الادخار، لانه تعرف هو شنو المعادلة، شنو هي لو ريفينو، شنو الريفينو بتاعك؟ ماشي استهلاك وادخار، consommation plus épargne اللي يسميوه في المعادله الماكرو ايكونوميك سي بلس اس، تعطيك لو ريفينو توتال نتاع المواطن. اليوم رفيق هذه نبسط للعباد، نبسط للعباد اللي هي consommation plus épargne ايكال لو ريفينو. لو ريفينو اليوم ولا ماشي في شكل كبير للاستهلاك بحكم اللي الاسعار ارتفعت، دونك انا كي نطلع في التودانتيري باش نشجع زعما العباد على انه تدخر. ولكن هذا ما يساعدش، علاش؟ على خاطر وقت اللي بشجع الناس على الادخار وهما المقدره الشرائيه نتاعهم باش تدهور. وصلت هذه الفكره؟ علاش باش تدهور رفيق؟ على خاطر العباد اللي ماخذه قروضات بنسبه فائده متغيره كل ياخذوه على مده قصيره باش يلقاو انه الخلاص اللي يخلصوا فيه باش يرتفع. دونك وكيف كيف كل المستثمرين اللي يمشي للبنك باش يتسلف باش يستثمر كيف كيف زاده باش يحد معناتها من الاستثمار. هو الاقتصاد نتاعنا على شنو قايم خاصة في الفترة هذه؟ هو على المحرك الداخلي نتاع الاقتصاد نتاعنا اللي هو الاستهلاك الداخلي. كي تحاول تحد من الاستهلاك الداخلي وتمس الاستثمار اللي هو يتوجه زاد كيف كيف رفيق للاستهلاك الداخلي، فإنه العجلة الاقتصادية باش تقف. هو الآراء منقسمة، فما اللي يقول لك انه هذا شر لابد منه الترفيع في النسبة بتاع الفايدة المديرية، وفما اللي يقول لك اوكي ولكن مش هذا الاجراء الوحيد اللي نجم يرافق التضخم باش نحدوا من التضخم، مش هذا الاجراء الوحيد. يقول لك البنك المركزي يعمل في خدمته، بعد اين الدولة، اين الحكومة، اين الوزارات، اين هذاك موضوع اخر، ولكن البنك المركزي يقيس يشوف التو دانفلاسيون يحاول يرفع شوية باش يحد مك الاسعار وارتفاع الاسعار والتضخم وكذا، ولكن الحل ما ينجمش يكون هذا برك، لان فما اجراءات اخرى اقتصادية. الاجراءات الاخرى المصاحبه هي اللي غايبه اليوم في هذه اجراءات نقديه هي اليوم المشكله، انه هذه اجراءات نقديه لانه يعني البنك المركزي هو مستقل على السلطه التنفيذيه وهو يتحكم في السياسات النقديه نتاع كل بلاد، ولكن السياسات النقديه اذا ما تكونش مرفوقه باصلاحات اقتصاديه حقيقيه للحد من التضخم، لانه التضخم اللي با كومونيتير هو مونيتير وداخل في العديد المسائل الاخرى. اليوم التضخم عندنا التضخم المستورد، المواد الاوليه، قيمه الدينار اللي قاعده ماشيه وتطيح، هذاك علاش ولينا نستوردوا بالغالي. دونك اليوم هذا الكل يمس من المقدره الشرائيه بتاع المواطن وباش يحد خاصه رفيق باش يحد من الـ الاستثمارات. شكون اللي مشات العرابه رفيق؟ شكون اللي مشات العرابه رفيق في نهايه الامر؟ هي البنوك التونسيه اللي اليوم تسلف الدولة
واللي تتسلف الدولة 7.25% و8% واللي هو تعرف اللي فلوسها باش ترجع وأضمن لها اللي تسلف الدولة. دوك ما عادش تسلفك المستثمرين اللي يحب يمشي للبنك وياخذ قرض وباش يستثمر واحد. دوك فلوس ترجع مضمونة لأنه بضمان الدولة، تسلف الدولة والعجلة الاقتصادية واقفة. دوك المستنفع الوحيد في هذا الكل هي البنوك التونسية اللي تحقق في أرباح. وقت تشوف لي بي ام بي البرودوينات بنكير نتاع البنوك التونسية ما شاء الله قاعدين يحققوا في أرباح كبيرة، ولكن ما همش قاعدين يمولوا في الاقتصاد الوطني وما همش يمولوا في المستثمرين، وهذا اللي باش يخلينا ندخلوا في هالسيركل فيسيو. نمشيو نحكيو على التلفزه تاع تي وات كخاثره كارتاج بلس وبرنامج بلا مال.